اسمي عبد الحميد عبد اللطيف ابو حسن. انا متعلمه معايا دبلوم تجاره، وجوزي معاه معهد سياحه وفنادق، واحنا فلاحين. اتجوزت فلاحين، اهله فلاحين. سرحتي بعمل كل حاجه، وما كنتش بعمل في الارض اي حاجه خالص، ولا كنت بعرف اجمع ولا بعرف ازرع ولا اتعلمت كل حاجه. اللي احنا شفناه حقيقي نفسنا عيالنا ما تشوفوش. احنا هنا في عزبة لا متوفر عندنا حضانة ولا متوفر عندنا مدارس ولا متوفر عندنا دكاترة ولا اي حاجة خالص. احنا عشان نروح قرية زي قرية سنتسيس دي جارنا مشوار، في عيالنا بتيجي تقولي ده كانوا في الغيط مش في المدارس. متبهدلين مطربين، مفيش وسيلة مواصلات، بيعدوا من على طرق. ده رغم كل الحوادث كمان اللي ساعات بتحصل، في بنات بتتخطب، بنبقى خايفين، يعني بنبقى عايشين في قلق. وكمان ما بنسمحش لعيالنا لو موعد درس متاخر ولا حاجه ما بنخليهمش يروحوا الدراسه، يعني بنمنحهم برضو احنا كمان من حقهم، ده غصب عننا. يعني انا ما كانش عاجبني كده مع اهلي، غصب عني عيشت عيالي الحق. اكمل علام بس هنا عشان اهالينا كلهم فلاحين وعيشتنا فلاحه، وعشان المصاريف زي ما بيقولوا كده برضو لازم. هو الدبلوم اخرك، يعني ستنا انت متفوقه حتى في الدراسه، هو اخرك الدبلوم ده يوم ما تكمل. اما اغلبيه البنات اللي من دوري كمان معظمهم ما كملوش، اتجوزوا بدري من اعدادي قبل ما يخلصوا ثانوي. حتى لو البنت شاطره في التعليم مهما كان مستواها شاطره في التعليم، كده كده لازم بيجوزوها برضو، لازم هو الجواز. حتى لو معاك كليه، انا اختي معاها كليه، لولا انا لو وقفت معاها ودعمتها وسندتها كمان، يعني ده اللي خلاها كملت وكملت، وهي متجوزه وقابلها برضو صعوبات كتيره جدا وسط الجواز ده. انت خلاص كده كده اتجوزتي، يلزمك ايه بقى؟ كده كده اتجوزتي، هو انت بتكملي علام علي علشان مش تتجوزي؟ اه فرق معايا كتير صراحه ان انا واخده دبلوم، يعني انا ساعات بسرح مع ناس زي دي مش متعلمه، ما بيبقوش عارفين اي حاجه، بيصعبوا عليا جدا، من ضمنهم والدتي وعمتي ومرات عمي وجيراننا، مش عارفين يعني علشان تقول لهم رقم تليفونك كام مش عارف. انا بقى بما اني ببقى متعلمه، اكتبي كذا، اكتبي انفار بطلع، اكتبي احسبي كذا بعرف احسب، يعني حاجات كتير فرقت معايا، ودي حاجه انا بحمد على ربنا فيها. وانا صحيح يعني بفلح برده وبعمل كل حاجه، بس برضه كويس ان انا متعلمه، على الاقل خدت الدبلوم. كل ما بتطولي حلم بتحلمي باللي اكتر منه.